السلام عليكم اخوتي. الفيديو ديال نناقش من اي واحد ولا اي واحد يكون كيشوف هذا الفيديو كانوا بخير وعلى خير. المهم اخوتي هذا النهار ندير فيديو كيما شفتوا العنوان، جبت شهاده البكالوريا. واللي مازال مش ابوناش في القناه دابا باش ابونا ديروا شي جيم وكومونتير وبارطاجيو اخوتي. المهم اخوتي ها هي شهاده البكالوريا ديالي، ها هي هو الاسم ديالي تما. المهم اخوتي وكيعطوكم معاها هاد الدفتر، هذا فيه النقاط اللي جبتي، فيه النقاط اللي جبتي كلهم. المهم اخوتي هادي هي شهادة البكالوريا ديالي. المهم اخوتي نقولكم كيفاش جبتها. المهم اخوتي شحال من كنت حاطي كل الحلم ديالي اني نجيب شهادة البكالوريا. المهم اخوتي دوزت من الاول، دوزت موراها السانكيام، دوزنا كلو ضحكو لعب. المهم نجحنا في السانكيام، دوزنا في السيزيام، قلنا راه الباك والسيزيام ماشي شي حاجة، راه غادي يدوز ضحكو لعب وغادي يعطيونا شهادة البكالوريا وصافي. ولكن كان صعيب. المهم اخوتي دوزنا السيزيام غير ضحك ولعب، دخلنا للموحد ندوزوه، دخلنا ندوز النهار الاول الفرنسي ما كنتش فاهم فيه والو، دخلت ما خلاوناش وزيرونا ما كنتش فاهم فيه والو، بقى شي ماشي كنكتب. المهم اخوتي مراها اليوم مراها دخلنا المادة التربية الإسلامية، كنت حافظ الحمد لله كتبت فيها هي اللي عاونتني شوية. ومراها دخلت للرياضيات هي ما كنتش فاهم فيها والو. كيف ما قلت لكم اخوتي راه الجهاوي انا هو اللي ما جيبش فيه كاع مزيان. المهم اخوتي سالينا السيزيام، قلت راه الباك واخا وقع لي هادشي راه في الباك غادي ندارك الموقف وما غاديش نبقى كاع نضحك ولا نلعب، غنديها في قرايتي. واخا هكاك بقينا عطينا غير الضحك عاوتاني في الباك، تا هو بقينا عطينا غير الضحك واللعب، ما خريناش مزيان على راسنا. المهم اخوتي واخا هكاك في ديك الشهر ولا الشهرين الاخرى الحمد لله داركت الامر الحمد لله، وبديت كنراجع وكنراجع وراجعت كل شيء. والاساتذه توقفوا معانا، داروا لنا حصص ديال الدعم الحمد لله كنشكرهم بزاف، داروا معنا حصص ديال الدعم في العربيه والاجتماعيات المانيه وفلسفه، داروا معنا الدعم. المهم اخوتي فهمنا العربيه وفلسفه واجتماعيات المانيه شويه حتى هي. المهم دخلنا النهار الاول العربيه، العربيه زيرونا مزيان وزيرونا. المهم واخا كنت حافظ الحمد لله وكتبت، وما كنتش راجع ديك الشهر ولا شهرين كره اللي ما عرفت شنو وقع. المهم كنت مراجع وكتبت. مره دخلنا للفلسفه، دخلنا للفلسفه دخلنا قبل منا بعد الالمانيه، المانيه ما كنتش كاع مراجعها مزيان. المهم دوست هي شويه، مره دخلنا للفلسفه الحمد لله كنت حافظها، ضربت فيها النقطه ديالي كتبت مزيان و كنت حافظ المنهجيه ديالها وعارف. المهم عارف شنو نكتب فيها. مرة دخلنا الاجتماعيات، الاجتماعيات قلت كيسحب لي دوزتها فريا، انا كيسحب لي كاع ما دوزتها مزيان، علاش كيسحب لي ما دوزتهاش مزيان؟ والحمد لله ملي مشيت للدار، مشيت للدار في العطلة اللي عطاونا ما بين العطلة والاستدراكية كنت حفظت انا العربية كلها، عاود حفظت العربية كان بقات لي فيها واحد الحاجة ديال المؤلفات. المهم كنت بديت نحفظ الاستدراكية، سحب لي رانجي استدراكية كما كنت قلت لكم في ذاك الفيديو، كان سمعت عليها شي وقال لي راك نجحتي فرحاتني. المهم وجبت في العربية 11.5، في ألمانية 6، في فلسفة 14، وفي الاجتماعية 13.5. الاجتماعية كنت كنقول راه ما نجبش فيها النقطة، تجي فيها 13.5 الحمد لله. وهادشي بفضل الصلاة وفضل الدعاوي ديال الوالدين والدعاوي ديالكم اخوتي اللي دعم معانا، شكرا بزاف. المهم اخوتي شكرا بزاف اللي دعم معانا. يا اخوتي الحمد لله فتا لي حصلنا على شهادة البكالوريا ديالنا، كنشكر كل شيء الحمد لله نجحنا. المهم الحمد لله وشكرا بزاف اخوتي، وكنتمنى اي واحد ينجح الحمد لله. شكرا اخوتي بزاف. اخوتي اللي بغيت نقول لكم هذا الفيديو هذا، اللي عنده السيزيام ولا الباك هكا مابقاش عاطيها الضحك وكذا ويقول راه داكشي ساهل، راه هو داكشي ساهل الا حفظتي ورجع. المهم اخوتي اللي بغيت نقول لكم هذا الفيديو، اللي عنده السيزيام ولا الباك مابقاش عاطيها الضحك وداك الشيء يمشي راجع ويقرا، والحمد لله ما غادي يكون غير خير. ربي راه ما كي راه اي واحد كيدير شي حاجه راه كي. المهم اخوتي سال الفيديو. المهم اخوتي اللي بغيت نقول لكم هذا الفيديو، اللي عنده السيزيام ولا الباك هكا يبقى يحفظ ويراجع، وراه الله ما كيضيع التعب حتى ديال حتى شي واحد. المهم اخوتي غير راجعوا والله راه معانا الحمد لله، والله ما كيضيع شعب حتى ديال حتى شي واحد الحمد لله. المهم اخوتي راجعوا وديروا مجهود وما غادي يكون الخير ان شاء الله،
المهم اخوتي سال الفيديو، لماذا ما تابوناش؟ ابونا في القناة، ديروا شي جيم وابوني وبارطاجيو اخوتي، بارطاجيو مع اصحابكم. المهم اخوتي لماذا ما تابوناش؟ ابونا في القناة. المهم اخوتي هذا هو الفيديو، ديروا شي جيم وابوني وبارطاجيو مع اصحابكم. المهم اخوتي كيف ما كنت قلت لكم ندير واحد السيستم، كل يومين فيديو غادي نوريه لكم، وغادي نبقاو نديرو كل مره فيديو، كل مره في كل يومين فيديو. لو ما عجبكمش داك لو ما عجبكمش حاجه باش شي فقره ما عجباتكمش نحيدو، نديرو فقره اخرى، نديرو فقره اخرى. المهم اخوتي اللي مازال ما ابوناش دابا باش ابونا، الفيديو الجاي ان شاء الله. تشاو.